السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلاً كيف الحال؟ أهلاً ومرحبا كريم. مشتاقين. حالك؟ مساكم خير. الحمد لله بألف خير. على فكرة المرة اللي طافت أنت عزمتني. المرة هيدي أنا عازمك على مكاني المفضل. هذا المكان أنا اللي بستأنس عليه مثل ما يخبروك. تمام. والله أبا بس نعمل جولة. عن قرب أبا أشوف السيارات. هيدي السيارة شو؟ أنت بيه. كبرني. كونكس أجريجيرا. واحدة من 80 سيارة بالعالم بس. وهي الوحيدة بهالمواصفات. جميل. تمام. فراري 100%. لا فراري طبعاً. وهيدي شو؟ فراري بعد نفس العلامة. مونزا. مونزا اسمها مونزا حلو. تمام. بورشة 918 سبايدر. جميل. وعندك هون ماكلارين ألفا. حلو. هيدي شو؟ فراري علامة فراري. بس أيها لا فراري. لا فراري أبيرتا حتى كمان. تخيل لدرجة إنه هيدي مميزة بشكل إنه حتى فيك تقول دبل سعر اللي الأولية لأنه رودستر. يا سلام غلبتك. يا كريم. اي والله هارد لك. هارد انا بعرفك انك انت ما شاء الله عليك فنان بالرياضه وكذا. شوف انا ماني كثير متوقع اني اربحك. والله جزاك الله خير خليتني افوز. يعني جبتني ما زعلت. بس بعد في بليارد صحيح ما له علاقه بالرياضه كثير بس بنشوف. لا بنلعب بليارد ما عندك مشكله. في سيارتين لازم نراويك اياهم. حلو شو هم؟ بوغاتي ديفو هي واحده كمان من 40 سياره مثل هيديك الزر اللي شفناها اول شيء. وفي عندك الباجاني وايرا. وهذه كم قوتها البوغاتي؟ 1500 حصان. يعني سرعتها كم؟ توصل فوق 400 كيلو بالساعة. ما شاء الله ما شاء الله. خبرني بكرة بعدين شو بيصوروا كاميرات وهي. تمام. هذه ما نشوفها في الشارع هذه يعني. السباقات ممكن تكون ولا حتى ممكن تشوفها بالشارع على فكرة لأنه في ما شاء الله هون تقريبا بالإمارات يمكن شيء 5 مسجلين صاروا. ما شاء الله. من أصل 40. باجاني وايرا 100 سيارة بالعالم بس الروتستر 100 وهي واحدة منهم. جميل. تحفة. وهي شو تمتاز بعد بالسرعة؟ هيدي مش بس هيك. شكل في شكل حلو. كشكل وك يعني أساساً اللي مصممها هو مستر باجاني. استخدموا فيها المكنة مال مرسيدس وكل شيء أنت بتشوفه تفاصيل مشغول يدوياً وكل إكسبوز كربون فايبر لأنه هو أساساً فنان معروف بالكربون فايبر تبعه. جميل. فهيدي بهالسبيكس هيدي وحيدة كمان بالعالم. حلو. هلا بعد كمان شو مرة ويك؟ سيميليتر. في تحدي بعد بيكون؟ أنا تحدي. أنت كل ما تقول تحدي أنت تجذبني. مش شكلك كمان أنت. بيمشي حالك علي. لا بس السيارات مجالك فممكن في السيميليتر وانت في السوق تكون انت افضل عني. هلا بنشوف. نسير بسم الله. جاهز؟ يلا جاهز. يلا بسم الله. بسم الله. ألف مبروك يا كريم. صراحة الناموس في مجال السيارات والسيميليشن بالتحديد غلبتني شر هزيمة. حاولت اللي بقدر عليه. لا ما شاء الله عليك ما شاء الله صراحة مميز في أدائك. بس الحين أنا مش فاهم أنا وأنت وين جايبني. في سيارات في سيميليشن أشوف قدامي جيم كيك بوكسينج بدل. شوف علي الحلو بهالمكان هيدا وأنا ليش بحب بجيب أصحابي عليه إنه كل شيء موجود فيه فعلا يعني ما بتمل. كل شيء له علاقة بانترتينمنت وكل القصص هيدي موجودة انت منك شايف شو بيخطر على بالك. والله تيبني عند حلبة شيء جميل وديتني شفت سيارات اول مره بحياتي اشوفها شيء جميل. يعني مثلا انا من شفت هذه الحلبة شو بسوي؟ ابغى اعطيها ما شاء الله مجال البلياردو. هات لنا شوف معناتها بالبليارد هذا شو حتسوي. تبغى تتحداني في البلياردو؟ في طاولة بلياردو بعد فوق. والله عشان اكون امين وصريح معك انا في البلياردو يعني لكني بتحداك. يلا بنشوف. بسم الله. بسم الله. والله أنا أشكرك على الطلعة صراحة. وهلا مثل ما أنك شايف هون في جلسة جميلة كله بس شو كرمال اللي وراك بلياردو. والله المكان فعلا يفتح النفس وأنا وايد متحمس إني أتحداك في هذا التحدي. يلا. في كل شيء تبغى من سيارات من VR ومن رياضة أيضا بشتى أنواعها. الحين المكان المفضل. الحين بنختم تحدينا بتحدي البليارد. أنت جبتني عندك ف هلا هلا عليك. التحدي منشوف شو شو يلا. بسم الله. شكرا يعطيك العافية كريم. كانت طلعة جدا جميلة. إذا هذا لعبك أنا أنسحب من الحين
وما شاء الله عليك، معناته انا فزت عليك بلعبتين وانت فزت علي بلعبتين، ما حد طلع خسران. خلاص تمام. وشفنا اشياء جميله وجديده في عالم السيارات اللي انا انبسطت بهالوجه الحلو. الله يعطيك العافيه، لنا لقاء اخر باذن الله. شوفك المره الجايه انت واصحابك ان شاء الله. الله يسعدك. يلا مع السلامه.